السيد رئيس المكتب المكتب للجزائر بصفتنا يعني مسؤولين على فهذا المجلس سيساهم واعضاء هذا الاستقبال جاء في إطار سلسلة تاع اللقاءات اللي باشرها طاقم المشعل الشباب في زيارته للطاقم الحكومي، وكلنا تبادلنا وجهات النظر فيما يخص العلاقة العضوية اللي راح تكون يعني تنبني على أساس متين بيننا وبين المجلس، وتتمثل هذه العلاقة في يعني وضع آليات حديثة لتمكين المجلس من الولوج إلى يعني إلى قطاعنا والمجهودات اللي يقوم بها القطاع. لا يخفى على الجميع أنه أول انشغال الذي سجلناه والذي طرحه الشباب يتعلق رأسا بالتشغيل، ولأن المجلس الأعلى للشباب كما قلت باشر العمل من خلال أجهزته، برمجنا مجموعة من اللقاءات الوظيفية مع مجموعة من القطاعات الحكومية، هي آلية جديدة اليوم تشهدون معنا ميلادها، والتي ستكون خلينا نقول آلية ناجعة للتكفل السريع بانشغالات الشباب وللحصول كذلك على المعطيات التي تجعلنا كلجان وكأجهزة في المجلس تبدي رأيها حول مختلف الجهود التي تبذل للشباب ومختلف البرامج التي توضع للشباب من طرف الدولة.